ليفركوزن. عن الجانب الآخر استمرارية غياب رافائيل تولوي وإيمن هول، وهنا كورة، الله الله الله، ديكي تلاري يبدأها مبكرا. أتلانتا لا تهاب ثياب في هذه المباراة، بل تنتظرهم بفارق الصبر، بفارق الصبر. أتت اللحظات التي يبتسم فيها أنطونيو بيركاسي ويبتسم فيها جماهير أتلانتا، وينظر هذا الصغير لنفسه وهو يحتفل مع ديكي تلاري مع هدف المباراة الأول. أتلانتا يبدأ المباراة بهدف جميل، شوف المرور، شوف اللمسة، شوف الغمزة، شوف الهمسة. وبالتالي بدأت الضربات، بدأت الضربات المبرحة والمؤلمة بالنسبة للذئاب. يتقدم أتلانتا عن طريق ديكي تلاري، هدف جميل يسعد هذه الجماهير، يجعلهم أكثر كرة بتلعب تتخلص من قبل دفاعات أتلانتا. صعب أتلانتا في أرضه، صعب هنا حينما يواجه الخصوم. الله، أوهوهو، ممكن جول، الله، الضربة الثانية من نفس اللاعب. ماذا بينك وبين روما يا ديكي تلاري؟ يسجل ديكي تلاري الهدف الثاني ويضع الكرة في المرمى محرزا هدف ثاني في مرمى ابناء دي روسي. الله الله الله، هدف جميل لأتلانتا ياتي في هذه اللحظات. شوف هنا بدات اللقطه وهنا استمرت، كيف مر وكيف مرر، والكره تذوق بالتاكيد السيد دي روسي. مر هذه المباراه مبكرا، مر هذا اللقاء مبكرا عن طريق ديكي تلاري الذي بالتأكيد ربما لديه حسابات قديمة مع روما، يريد تصفيتها في هذه المباراة. يضع الكرة في المرمى ويحرز هدف المباراة الثاني ويجعل الثعلب في مواجهة الذئاب. يبقى أوفر، خلاص ركلة جزاء لمصلحة روما، وبالتالي فرصة لتقليص الفارق. روما، هل يعود الذئاب؟ هل تعود ليز؟ نعم تعود، ويسجل في اللحظة الماضية، يسجل بيليغريني، يضع الكرة في المرمى ويقلص الفارق. بدأت الذئاب تجوب المدينة مرة أخرى في هذه المباراة، بدأت تجوب المدينة في هذه المباراة. يسجل بيليغريني من علامة الجزاء ويقلص الفارق، يقلص الفارق، دخلت في المرمى وقلص الفارق عن طريق القائد بيليغريني. يضع الكرة على يمين حارس المرمى كارني زيكي، وبالتالي تعود ويعود روما مرة أخرى.